يعني الموضوع النهارده زيزو اتصاب، البديل بتاعه مش موجود. حته تانية شحاته لاعب كويس في نص الملعب، انت النهارده بيغير مركزه من نص الملعب لباك رايت. لو في باك رايت بديل مش تحتاج موجود وعلى مستوى اللي انت مخطط له من بدري في هذا السن حسب الانديه اللي انت شايفه وبتتابعه وبتركز عليه، هي دي الغلطه الوحيده اللي عند مكالي. انما هم اللاعيبه عملت شوط اولاني قدام فرنسا انت بتحس اكنك بتتفرج على منتخب عالمي. الشوط الاول صح حاجه غير عاديه. صحيح. يعني من استحواذ لتغيير اماكن لتمرير لكور بينيه، حاجه جميله جدا لدرجه ان الشوط الثاني واحنا متهاجمين احمد صابر احرز هدف كويس. بعد كده محمود صابر طبعا الفتره الاخيره الغلطه بفوره الجون بتاع التعادل دون، طبعا الخطا جاي من فوق نص الملعب مندفع مع النن والكلام ده. النن ليه عمل بطوله كويسه؟ ليه؟ النن كان مرتاح، خلي بالك النن كان مرتاح ما كانش مرهق. النن كان مرتاح، كان مرتاح بالنسبه له الدوري، فلما خد الفتره بتاعته كاشتياقه للكوره كل كره من رجله طالعه سليمه. بصراحه كل كره من رجله طالعه سليمه. زيزو يشكر على التحمل اللي هو مثلا برضه تحمله والاصابه والكلام ده. صحيح. وتحس ان هو كان اكنه ايه شاب صغير زيهم. انما هو المنتخب ماتش فرنسا طبعا زي ما انت فاهم اثر عليه تاثير جامد جدا، يعني حصل عمليه احباط. انت من 1-0 ل3 في الاكسترا تايم برضه بتاعت عمر فايد التاكلن مثلا اللي اتعمل الناس كلها شايفاه. هو مثلا بيحاول يعمل الكلام ده، انما نيجي نبص لفريق المغرب لا، لازم نرجع بقى لنفسنا فريق مكتمل. لازم نعيد المنظومه من جديد. يعني ايه نعيد المنظومه من جديد؟ هقول لك انا بالنسبه لي زمان مع احترامي ما يوم لثلاث اللعيبه الكويسه انا النهارده عندي بورسعيد واسماعيليه والسويس وسينا. حضرتك لازم تعمل لي هناك منتخبات وعندك ثلاث مناطق والمناطق شغاله او اربع مناطق بالنسبه لهم، لازم تعمل لجنه فنيه من ناس كوادر كويسه جدا يكون عندها خبرات. مش كل من الاكاديمي ناجح. مش كل من المدرب ناجح. انما اللي بيجمع بين الاكاديمي والتدريب حضرتك تشوف الخبرات اللي هو اشتغل بيها وتجيبه تقول له تعالى انا عاوزك تقعد معايا في اللجنه الفنيه في المنطقه بتاعتك. النهارده عندنا 24 كليه تربيه رياضيه. على عيني وراسي تمام وانا كراجل استاذ منهم. مفيش يعني 3-4 هيشكلوا لجنه فنيه او يكون عندهم خبرات على مستوى الجمهوريه عشان لما نقول مثلا تربيه رياضيه او الاكاديميه والكلام ده نخطط. نخطط تخطيط، كل واحد يطلع يقول لك دلوقتي ايه التخطيط من زمان اللي بنقوله بنقعد نعيده كل سنه. اللي بنقله بنرجع له. انت تعمل منتخب بتاع خط الكنال كله وتقوم داخل على منتخب القاهره بالجيزه وتقوم داخل على منتخب الصعيد وجنوب الصعيد، بقى عندي منتخب 2-3-4 ومنتخب بحري، بقى عندي 5 منتخبات.